قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة الدكتور محمد الفارس اليوم وكيل وزارة الداخلية أنور عبد اللطيف البرجس رتبة فريق، وذلك بمناسبة صدور مرسوم تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة. وهنأ الوزير الفارس في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالداخلية الفريق البرجس على ثقة القيادة السياسية، متمنيا له المزيد من التقدم والتوفيق لاستكمال مسيرة البذل والعطاء لخدمة الوطن. وأفاد أن الفريق البرجس من القيادات الأمنية المتميزة لما يمتلك من خبرات أمنية كبيرة اكتسبها عبر توليه الكثير من المناصب القيادية في الوزارة. وبدوره أعرب وكيل وزارة الداخلية وفقا للبيان عن اعتزازه وفخره بثقة القيادة السياسية، والتي تعد حافزا ودافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي، معبرا عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على الدعم والمساندة.